أرنب لا. زينب حط لي سلاح على الأرض. اتصلت فيه كتير بس ما عم يجاوب. استعجل لك شوي ما بدنا نتأخر. يلا محمود. ليلى بالمركز شي؟ فهمت تمام. لكان بس يجي خبرها تستناني. انا راي على بيت ارجومانت. ليش قتلتي أرجومانت؟ شو راح يصير هلأ؟ أنا راح أتصل بالضابط أصلاً، هو بيجي بيقرر هالشي. مات. يلا تعال. يا ربي شو هالحياة اللي عايشينها. شو عم تساوي؟ على شو عم تدوري زينب؟ أويا شو الموضوع؟ أختي أويا. أويا أويا شو رح تجي تساوي بهالبيت؟ جاوبيني. افتحي الباب أختي بهالغرفة. يلا افتحي الباب لا تضيعي الوقت. بعد شوي. أويا أختي معقول تكون هربت من الشباك؟ المسافة عالية كيف قدرت تنط؟ لا تطلعي فيني هيك شو بيعرفني؟ شوفي هاد لأختك شي؟ لا مو إلها مو إلها. متأكدة؟ ايه يا ربي على أكيد هو أزاها لأختي أو عمل فيها شي. مين هو؟ مين رح يكون غير الحقير يلي قتلته؟ أرجومان. اهدي شوي. فكي لي الكلبشة. زينب اهدي بس شوي. يلا فكيه. احكي لي شو صار. حاجتك حكي فاضي زينب. زينب يلا احكي لي. رح احكي لك كل شي بس بالاول فكي لي ايدي. بوس ايديكي فكيهن ليلى. رح جن لا تعملي فيني هيك. ليلى بترجاكي. يلا فكي الكلبشة. ما عم يرد قلوب.
أكيد متورط بشي مصيبة جديدة. مو علامة خير إنه أرجومانت ما عم يرد علي. أويا 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 أويا. ليلى وينك؟ يلا ردي على تليفونك. ولك احكي وين اختي اويا؟ يلا جاوبني وينها؟ ولك وين اويا يا حقير؟ احكي لي وين اختي؟ انت شو ساوي فيها؟ شو عم تساوي؟ زينب احكي لي وين اختي؟ زينب يلا تركي لشوف. انت لا تدخلي برا. لك شو انت جنيتي؟ يلا بعدي عنه الرجال ميت. خلص بكفي. لهيك قلتي لي فكي لك الكلبشات صح؟ شو يعني رح توصيني كمان؟ روحي ليلى، انت ما لك على ابي اللي عم بيصير فلا تدخلي. والله ما بتحمل شوف مسدس مرفوع بوشي. يلا تركي ليلى، بترجاكي روحي من هون. رح روح دور على اويا وبس لاقيها بسلم حالي. بوعدك بهالشي. تركي انت بخير؟ بيلين طلعت فجأة قدامي وما شفتها. ممكن تفتحي عيونك؟ اصحك تستسلمي بيلين، اتصل بالاسعاف فورا. انت عم تسمعيني؟ لازم تتحملي بيلين، تحملي رح تكوني بخير. كل اللي صار بسببك، هالوقت الحقير فات على حياتي بسببك. شو هالمسخرة؟ لكن عندك سبب لتقتليني، شو ناطرة؟ أوصيني. تليفون، هين فسر إن التليفون. أويا ساعديني ليلى، لا توقفي بطريقي، لازم لاقي أختي.
لقيته. بوسة. ردي، يلا ردي. ألو بوسة؟ أويا معك أو بتعرف وينه؟ أختي أنا نسيت تليفوني بالكافيه، شو وصله لإيدك؟ مزبوط يا روحي، مزبوط. أنا أخذته من الكافيه. أنت وينك؟ أنا مع بوسة أختي. تمام حبيبتي، هلأ روحي على البيت بتخبري لكرم أني رح أتأخر هاي الليلة. ماشي؟ ماشي رح خبره. زينب أعطيني هالسلاح. هاتي. يلا قومي خلينا نطلع لبرا. يلا قومي يلا تعال. وقفي هون لشوف. احكيلي زينب، بدي أعرف كل شي من البداية. شو علاقتك أنت وأختك بأرجومانت؟ ما لها علاقة بهالواطي، ما بتعرفه حتى. مجرد بنت صغيرة لساتها بالثانوية وعايشة بأحلامها، شو رح يكون لها علاقة معه؟ لكن ليش لحقتي لهون وقتلتي؟ شو أنت ما بدك تحكي؟ كان الحلقة الأضعف بهديك العيلة ورح يفيدنا بقضيتنا، مو لصالحنا هالوضع هاد. مثل ما بتعرفي إنه أخو جيهان بيحبه كتير، رح يعتبر إنه قيمته كبيرة، هلأ رح يحاول إنه ينتقم منك. إذا انحبستي كل هالأمور رح تتخربط برا. بتمنى إنه ما يلاحقك، بس بعرف إنه ما رح يتركك بنوب، رح يضل وراكي لحتى يأذيكي. الوطي تسلط على أويا. ليش؟ هو إجا على بيتي بعدين خدها على أساس إنه هو صديق قديم إلي، وأخدها على الكافيه وبعت لي صورته معه، وأنا ما أتحملت ابنه رحت مثل المجنونة أخدتها لأويا. والموبايل؟ ما بعرف، بعتقد إنه أخده وقتها. لما اتصلت بأويا هو رد فعرفت هالعنوان وإجيت. حاول يعتدي علي. كيف؟ تخيلي حاول يغتصبني، ما قدرت اسمح له يعملها كمان. كيف يعني كمان؟ زينب شو عم تقولي؟ الحقيرة عاملة بيوم عرسكم. طيب وانتي شلون ما بتخبريني بهالشي؟ مو كنت رفيقتك ومثل اختك؟ شلون ما بتخبريني؟ هلا جاي تحاسبيني مو هيك؟ اتصلت بعد العرس بس ما رديتي على تليفوني. انا يومي لك حياتي تدمرت بسبب حبيبك جيهان وعائلته. زينب يلي كنت معتبرتها أختي ماتت بهداك اليوم، ومن وقتها مسحت كل شي بذاكرتي، أسست حياة جديدة مرة تانية، وقعت بالحب، تزوجت وكنت مبسوطة كتير. والله كنت مبسوطة، كنت مبسوطة لحتى فاتوا هالكلاب على حياتي ودمروها. يا ربي هلا كرم رح يعرف كل شي. انتهيت، اتدمرت قصة حكايتي وأنا انتهيت معه. اطمني ما حدا رح يعرف بهالقصة. ماشي؟ بعد فترة رح تبلشي حياة جديدة،
ورح تكوني مبسوطة بحياتك مرة تانية. تمام؟